بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اول النهار. رجعنا لكم تاني، رجعنا لكم بكل شوق، بكل ود، بكل حب. رجعنا لكم بعد ما توقفنا شوية، رجعنا لكم على نفس القناة العزيزة على قلوبنا جميعا، قناة الصحة والجمال. رجعنا لكم بس رجعت لكم المرة دي لوحدي. بالاول بقدم التحية للأستاذة جيهان القاضي اللي كانت دايما تطلع معايا في البرنامج، وبتمنى لها كل خير وسعاده وربنا يوفقها في حياتها العمليه خارج مصر ان شاء الله باذن الله في دوله الامارات النهارده وفي اول النهار. ودايما طالعين باطلاله جديده النهارده وفي نفس اللحظه اللي احنا فيها على الهواء مباشره من قناه الصحه والجمال مدينه الانتاج الاعلامي 6 اكتوبر، بيتم ماراثون الشيخ زايد على ارض السويس، ارض الابطار، ارض الصمود، الارض اللي انا بتشرف ان انا اكون ابن من ابناء هذه المحافظه. شكرا لآل زايد، شكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا للسيد المحافظ، شكرا لصقر السويس اللواء عبد المجيد صقر، شكرا لسياده النائب عبد الله رمضان، شكرا لشباب السويس، شكرا للجنه التنظيم. السويس النهارده بتتجمل، السويس النهارده في شكل جميل. السويس بعد ما ثبتت وجودها في تنظيم كاس الامم الافريقيه النهارده بتثبت لتاني مره في تاريخ مصر تنظيم ماراثون الشيخ زايد. انطلاقه جديده قامت النهارده باستضافه شباب مصر، شباب العالم، شباب الامارات النهارده، وفي ضيافه السيد المحافظ عبد المجيد صقر، وتحت رعايه السيد الوزير اشرف صبحي وزير الشباب، بيكون معانا بيقام اول ماراثون اللي بيضم اكتر من 1000 متسابق على ارض السويس من جميع محافظات مصر النهارده. واحنا في اول اطراله جديده معانا من برنامج، كنا نتمنى ان احنا نكون مشاركين النهارده واحنا معاكم على الهوا، طالعين بتيشيرت الشيخ زايد النهارده بفريق العمل. كنا بس كان لازم يكون لينا دور، كان لازم يكون لينا دور فعال، لان ده دورنا كشباب مصر بصفه عامة وشباب السويس بصفة خاصة. النهاردة كنا لازم نقدم إطلالة على كورنيش السويس. طلعنا النهاردة على الكورنيش، لبسنا التيشيرتات قبل الماراثون، وقلنا لازم نقدم رسالة نقول فيها إحنا مشاركين في كل فعالية بتتم على أرض مصر، إحنا مشاركين في التنمية اللي بتتم على أرض مصر، مصر اللي في قلوبنا، مصر اللي احنا بنقدم منها رسالة قوية للعالم كله وللإعلام القذر اللي موجود خارج مصر. احنا طالعين النهاردة بكلنا لهفة وكلنا شوق، بنقول نعم، نعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعم للسيد، نعم للقوات، نعم للقوات المسلحة، نعم. معانا الصور، معانا دلوقتي ساعة الانطلاقة لماراثون، معانا دلوقتي كمان الصور واحنا شايفين ذو الاحتياجات الخاصه النهارده وهم بيشاركوا في قلب شوارع السويس، بلد الامن والامان، البلد اللي احنا اللي دايما قالوا عليها وزادوا. احنا النهارده بنقول لهم احنا اهو، احنا موجودين، احنا في كل شارع، احنا الامن، احنا الامان. احنا اتقال علينا كتير. السويس النهارده بتتجمل، السويس النهارده راجعه بتاريخ جديد، بتاريخ، بقيادات تنفيذيه بتنفذ اجنده فعاله، مش زي الاجندات اللي بتتعمل في الخارج، الاعلام القذر اللي بيقول احنا اهو. اتفرجوا على شوارع السويس شكلها ايه، اتفرجوا على شباب السويس بيعمل ايه، اتفرجوا النهارده. النهارده معانا وهيخش معانا دلوقتي الدكتور غريب رسلان، منسق النادي الثقافي بوزاره الشباب. اهلا بيك يا دكتور غريب. تحياتي لحضرتك والأسرة البرنامج كلها، وعودة حميدة، وكل عام وحضراتكم والسادة المشاهدين كلكم بخير بمناسبة العام الجديد. أنا بضم صوتي لصوتك. السويس الجديدة، السويس الجميلة، السويس اللي تعودنا دايما إن كنا بنسمع عنها إن هي أرض الصمود وأرض البطولات، النهاردة بينطلق منها بطولة جديدة ما تقلش في الحرب الفكرية المشاعة عن محافظة السويس في الدفاع عن فكر الشباب بشكل رائع، بنتفرج عليه كلنا في الماراثون بتاع الشيخ زايد، والشباب اللي بينطلق
منه طاقة وإيجابية جدا من الساعة 5 صباحا النهاردة وهو في الشارع وإحنا معديين بنتفرج عليه، وأنا فرحان أنا سعيد. السويس بجد قيادتها ابتدت تقول الشباب، السويس بجد قيادتها ابتدت تحط الشباب في مكانه. السويس جميلة. دكتور غريب، انت رقمك كام في التيشيرت؟ انا شايف صورتك على الشاشة دلوقتي واحنا متصورين على الكورنيش، و كنا طبعا المفروض ان احنا النهارده من ضمن المشاركين في المرسم، بس هنعمل ايه بقى، ظروف الشغل انت عارف. التيشيرت للاسف مش معايا، ولكن اما انا زنقتك ما انت معايا على فطلعت عشان اكلم حضرتك، فيعني للاسف الرقم مش معايا، ولكن اقدر اقول ان السويس النهارده بجد بتضرب مثل حي لكل العالم وبتقول له السويس امنه، السويس دايما في العمار، السويس دايما في الخير. وتحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج. دايما منورنا يا دكتور، وبالتوفيق. وتحياتي للاستاذ سيد الهلاوي ولاخويا الاستاذ احمد بلال اللي طبعا في فريق الاعداد اللي هم معانا دلوقتي، والمفروض ان هم مشاركين في المارسون بس انا خدتهم النهارده عشان خاطر الهوا. تحياتي لحضرتك ولكل المشاركين. السويس هي دي السويس، وهي دي بلدنا اللي احنا دايما بنفتخر بيها، اللي هم دايما قالوا عليها وياما بيقولوا. النهارده برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طالعين نقول السويس الجديده، شباب السويس اللي قادر ينظم كاس الامم الافريقيه، قدر ينظم مارسون الشيخ زايد الخيري، قادر ان هو كان ينظم كاس العالم ان شاء الله باذن الله، واللي احنا منتظرينه السيد طبعا تواجد السيد وزير الشباب النهارده الدكتور اشرف صبحي. النهارده كان شيء فعال، قيادات تنفيذيه ما بتنامش، شباب التنظيم بقاله اسبوع في يعني في على اتم استعداد ومنتظرين لحظه الانطلاق. احنا دايما موجودين، بيقول احنا دايما موجودين، مش احنا الشباب اللي بيهد بلده، مش احنا الاعلام اللي بيقول مستني النهارده معتز مطر، مستني النهارده محمد ناصر، هيقول النهارده على الشكل اللي هو شايفه، شايف السويس وهي بتتجمل، شايف مصر كلها، شايف الانجازات اللي بتتم في عهد جديد، عهد السيد الرئيس، شايف يا ريت النهارده يطلع يقول حاجه، شايف محمد علي، انا نفسي شايف قدامي دلوقتي محمد علي وهو بيلطم، وهو مش عارف يقول ايه. معايا كمان مش هننسى كمان دور المرأة في محافظة السويس مع الأستاذة وفاء سليمان أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالسويس. أهلا بيك أستاذة وفاء. صباح الخير يا أستاذ سيد، وأهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك ولأعضاء البرنامج، وألف مبروك على عودة البرنامج. ربنا يخليك، دايما حضرتك موفقة. دور المرأة في محافظة السويس، وأنت عظيمة، انت عظيمه. مبادره انطلقت على جمهوريه مصر العربيه النهارده في محافظه السويس، شايفين فعاليات بتتم وخصوصا في القطاع الجناين القطاع الريفي، شايفين محو اميه، شايفين ندوات تثقيفيه للمراه السويسيه، شايفين المشاركه الفعاله للمراه على ارض محافظه السويس. حضرتك ممكن تكلمينا عن المبادره؟ بالفعل يا فندم، الحمد لله السويس اثبتت وجودها في المبادره. طبعا المبادره اطلقها الحزب برئاسه المهندس اشرف رشاد رئيس الحزب، واشرف عليها والتنفيذ النائبه الدكتوره رشا رمضان امينه المراه بالمركزيه، وكانت المتابعه واللي ليها الفضل في متابعتي انا شخصيا في السويس الدكتوره النائبه مهج غالب امينه مساعده المراه بالمركزيه. انت عظيمه بتعليمك بتنظيمك بعملك. تم إصدار المبادرة من أجل العمل على تحسين وضع المرأة المصرية خلال الفترة القادمة، وطبعا ده بفضل دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالنسبة في السويس، تولى دعم الحملة المحاسب أحمد خشانة أمين المحافظة، والمبادرة دي بتهدف لبناء قدرات المرأة المصرية في أهم ثلاث محاور، اللي هي هتعود عن نفع للمرأة السويسية لكافة أفراد الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني. وطبعا في السويس بالذات عملت أمانة المرأة على دعم ومساعدة المرأة في القطاع الريفي، إن احنا أقمنا بعض المشروعات الصغيرة وعملنا مشغل، هو يعني إن شاء الله هو تحت الإنشاء، تم شراء 10 ماكينات
لعمل مشغل لمساعدة المرأة المعيلة، كما برضو ان تم عمل فصول محو أمية حوالي 20 فصل في مناطق مختلفة في السويس، وتم عمل قوافل طبية لتنظيم الأسرة، وده كان بالاتفاق مع المركز القومي لتنظيم الأسرة. تم عمل أيضا مشروعات صغيرة كانت بتتم في أمانة الأربعين، وبالفعل بيتم الإعداد لمعرض لعرض هذه المشغولات وبيعها لصالح المرأة المعيلة بإذن الله. والمبادرة دي بتتآلف من ثلاث محاور، وهي التعليم اللي بيعتبر محور أساسي في المبادرة من خلال العمل على محو أمية المرأة، وده بالفعل تم إلى جزء كويس جدا في قطاع الجنين. والمحور الثاني التنظيم، وده من خلال العمل على تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية. وكانت المرأة ذوي الاحتياجات الخاصة ليها دور كبير جدا معنا بالفعل. تم عمل ندوات والتفاعل مع المرأة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنا بنجيب ليهم مترجمة بمترجمة إشارة، وبناء على طلبهم هم اللي عرفوا بأهداف المبادرة، وهم اللي كانوا طلبونا وقالوا إحنا عايزين نبقى معاكم. بالنسبة لدور الحزب الفترة اللي جاية برعاية المحاسب أحمد خشانة على أرض السويس، حابين نعرف الفترة اللي جاية إيه اللي ممكن حضرتكم هتقدموه بعد طبعا ما تم محو أمية أكتر من، يعتبر إن محو أمية سيدات قطاع الجناين بالكامل، ايه اللي بعد كده اللي هيتم ان شاء الله؟ هو ان شاء الله هي خطتنا او خطه المهندس اشرف والدكتوره رشا ان يتم محو اميه المراه في السويس خلال عام باذن الله. طبعا احنا واخدينها على خطوات. اما بالنسبه لدور الحزب، فالمحاسب احمد خشانه بصراحه ليه دور فعال جدا. هو بالفعل مشرف على الفصول، وبصفه يوميه بيتم متابعه الفصول وتطور اداء الدارسين، وللوصول لاعلى نتيجه ان شاء الله، ان باذن الله هيتم محو اميتهم وعمل امتحانات. وبالفعل كمان كانت المبادره دي بروتوكول تم مع الهيئه القوميه لتعليم الكبار من خلال الحزب، ان كل دارس كمان هتمحو اميته الحزب هيهديه 250 جنيه هديه مع الشهاده. جميل. طبعا دي حاجه كانت جميله جدا طبعاً. كان دي فكر الحزب المهندس اشرف رشاد والدكتوره رشا. اما بالنسبه بقى للدور الثاني اللي هو تنظيم الاسره، برضو احنا بنحاول بنمر بقوافل طبيه بالاتفاق مع المركز القومي لتنظيم الاسره، ان احنا بندخل الاماكن اللي كانت ما حدش بيروحها او بيتعذر وجود دكاتره للمتابعه فيها. وطبعا السيدات هناك الى حد كبير بتجهل بعض الاشياء في الموضوع ده. وصلنا لها، وكنا من حوالي 3 ايام في منطقه اسمها الخواطره، وبالفعل تم الكشف على 50 سيده وتركيب وسائل مختلفه وتم التوعيه. وبالنسبه بقى للمشروعات القادمه للحزب، الحزب باذن الله هدفه الاساسي المراه السويسيه والرجل السويسي، وفي بعض المشروعات اللي هتتم عن طريق الحزب باذن الله. واهم حاجه احنا بنسعى ليها وفي مفاجاه قريبه ان شاء الله لابناء السويس، اللي هي المساعده على تشغيل ابناء السويس. والحزب بيسعى بكل الطرق انه يوفر فرص عمل باذن الله لابناء السويس، طبعا بقياده المحاسب احمد خشان ان شاء الله. استاذه وفاء كل سنه وحضرتك طيبه ودايما في توفيق وتالق باذن الله. شكرا لحضرتك ومداخلتك اللي فعلا انا سعيد جدا وانت حضرتك تبقى دايما موجوده معانا في البرنامج. معانا كمان من قلب المارسون في محافظه السويس الصحفي الجميل كريم انور. استاذ كريم صباح الخير. انا مش سامع. معاك يا استاذ كريم صباح الخير. الو الو استاذ كريم. الو استاذ كريم. استاذ سيد صباح الخير. صباح الخير يا استاذ سيد. ايه الاخبار عندك؟
الأخبار عندي والله أنا النهاردة يعني تشرف محافظة السويس باستقبال مرسوم مايز زايد الخيري بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. بصراحة الأجواء النهاردة حاجة مشرفة للسويس ولمصر كلها، يعني معالي السيد وزير الشباب ومعالي السفير جمعة الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة أثنى جدا على حسن التنظيم وعلى صداقة السويس للقاء. الناس في الشارع هنا متفاعلة مع الموضوع بشكل جميل جدا، يعني إن كان المشاركين يقدروا ما بين 10,000 وال 15,000، فالناس الناس تتفرج في الشارع فقط 60,000 و70,000، الناس كلها بترحيب، كل الناس فرحانة، كل الناس بتشارك. ذوق الهمم طبعا كان لهم دور كبير جدا النهارده وبذلوا مجهود كبير جدا، وحاجه تشرف كل المصريين. ذوق الهمم بيجيبوا لنا بيحصدوا لنا ميداليات ذهبيه في كل البطولات، النهارده بيشاركوا معانا من المحترفين ومن غير المحترفين الذين قرروا خوض هذا الموسم في السويس. عندنا كمان هنا النهارده مشاركه كبيره جدا من كبار السن، لقينا ناس فقط فوق ال 50 وال 55 وال 60 سنه قطعوا المسافه في ساعه وفي 45 دقيقه، وده رقم حلو جدا ل 8 كيلو، في شباب قطعوه في اكتر من ساعه، فالمنظر هنا مشرف جدا. والسويس يعني ان شاء الله دايما السويس مشرفه. النتيجه بقى انت يا استاذ كريم؟ لا لسه اعلان النتيجه لسه ان شاء الله خلال دقائق باذن الله. هو حاليا عندنا هنا في السويس معالي السيد وزير الشباب والرياضه تمام اشرف صبحي، والسيد جمعه الجنيبي او مهندس جمعه الجنيبي سفير دوله الامارات، والسيد المحافظ، ووصل حاليا من زي الكابتن احمد شوير. جميل. فكلنا في دلوقتي في انتظار اعلان النتيجه. طب هو كان عارفين ان في فرقه المينا النهارده هتبقى موجوده على الكورنيش، وكانت عامله امبارح بروفا للاحتفال النهارده هيكون على كورنيش السويس، اخباره ايه وهيكون الساعه كام وهيبتدي امتى؟ احتفال ايه يا فندم؟ احتفال المينا، فرقه المينا. لا بصراحه ما عنديش معلومه بتبدا الساعه كام بالظبط، لكن هو الاحتفال قائم منذ الصباح، يعني المنصه شغاله حاليا وجنبها المسرح شغال الاحتفال متواصل. تمام يا استاذ كريم، بالتوفيق ودايما مشرفين مصر شباب السويس الجميل. هنطلع لفاصل وهنستقبل ضيفنا معانا شعرنا الجميل في حب الرسول. فاصل. كل البشائر أكدت بمجيئه، فمن منكم إن جاء الحبيب توددا، من رأى السحب والغمامة قد علت على جبهته، من منكم لقب بالصادق أو بالأمين في صغره، إنه في عز جاهليتهم لم يكن أبدا عابدا أصنامهم، إنه في عز بطش سيوفهم ورماحهم ما خاف أبدا من فرسانهم، من منكم رأى له من سواتا بل كان عرقه مسك طاهر، بل إن رآه رأي بين آلاف الرجال حتما سيعرف من بينهم، ما وجد رجلا له مثل الحرير بكفه، من من أنبياء الله حن له جذع الشجر لفراقه، من من أنبياء الله فتحت أبواب السماء لمجيئه، مهما تحدثنا عنه ما وصفنا حسنه وبهاءه، من في الأرض جاء أو قد يجيء في نقاء وطهره، من من بين البشر أقسم الله بعمره، من خير في البقاء أبدا مثله، أصمت أم أكمل أم أزيد وأوصف حسنه، هو الجميل ولا مثيل لحسنه، هو الخلوق فقد تأدب بحضرة ربه، هو العارف والمعرف باسمه، هو أن تصلي عليه يبلغه السلام فلا تهجر وصله، هو من هو، هو اللطائف والمنزل وحيه، هو إن كنت تحيا زمانه ما تركت أبدا حيه، هو من اشتاقت صحابته له وهم ملتفون حوله، هو من تعرفه في الحديث عنه قبل أن ينطق اسمه، هو من قيل عنه من فضائل وأبدا لا يوفي أحدا حقه، هو لا ضير أن تزور قبره، هو أن تتكلم عنه تأتي الملائكة لتسمع عنه، هو أن تحبه وتعشقه فتمدحه فيكون عليك هين ربه، هو من أكرس عمري أن أغوص ببحره، هو من أحاول في كل الورود أن أجد لمحة من عطره، هو من قال فيه الأحبة والشعراء ولم يبلغ أحدا وصفه، هو من كتبت طول عمري عنه ولم أخط ملء سطر بعلمه، هو من أفكر بوصفه ماذا أقول، الكل قالوا عنه وهو يعلو بوصفه،
تتكلم عن الإقدام فتهلك الأعداء حين يذكر اسمه، إن تتكلم عن العلم فقد علم العلماء بعلمه. هو من ينصر بالرعب ورغم ذلك تحتار بحلمه، هو من اهتز الجبل حين وطأ عليه بقدمه، هو من ركب البراق بعد الخليل أبو إسماعيل وهذا مبلغ نسبه، هو خير البرية والخلائق أجمعوا، هو من استأنس ببساط الأنس بربه، هو من سجد وقام وعبد حتى تورب قدمه، هو ما إن ينتهي العمر بي ولا أزال أكتب عنه، هو من أسرح بالليالي حتى أواصل مدحه، هو ما إن تركت بابا إلا تحدثت عنه. كل حلمي في الحياة أن أزور قبره، كم تمنيت أن أرزق الكلمات لأكمل أكبر قصيدة في حبه، كم تمنيت أن أكون سيفه أو درعه، كم تمنيت أن أكون ذات يوم نسمة قد تلاطف خده، كم تمنيت أن أعيش طول عمري بحبه. حين موتي أقول ما بلغت مثقال ذرة في حبه، كم تمنيت أن يخلد شعري حتى ألاقيها وأنشد عنده. إلهي ارزقني حرفا لم تعطيه أحدا حتى أكتب عنه، هو مبلغ العلم منبع الفهم، وكل الأنبياء ما جاءوا إلا ليبشروا بمجيئه. رجعنا لكم تاني. الفقرة دي عزيزة قوي على قلبي، حبيت اللي هي تكون أول فقرة في البرنامج. واحد احترت في أمره، لقيته بيكتب في كل حاجة، هو أولا شعر، قعدت معاه لقيته بيكتب حب رسول، شوية لقيته حزين وبيحب وميال وعاشق والهان. معايا الشاعر الجميل لصديقي العزيز الاستاذ باهي شاهين. اهلا بيك يا استاذ باهي. اهلا وسهلا بحضرتك، نورت برنامج اول النهار وكانت الصحه والجمال. تسلم. ايه الموضوع؟ الشعر حب النبي، الدم هو النبض اللي بيجري في قلبي وهو الدم اللي بيجري في عروقي، فبقعد مع نفسي بكتب شعر في سيدنا النبي وبكتب شعر بقى في حاجات تانية كتير. يعني احنا قعدنا خمس دقايق مع بعض لقيت في قصيدة مكتوبة فيا. قعدت رحنا قعدنا مع واحد تاني حكى لك قصة لقيت في موضوع تاني. بس الأول والأساس أنا لما بسمعك بدمع. تسلم. أنا لما سمعت القصيدة بتاعتك في الفاصل دلوقتي دمعت. تسلم. فعايز أعرف حب النبي بالنسبة لك، طبعا هو المفروض ان السؤال ما يتسألش بس انت مدام انت مصمم ان عندك الاجابة، حب النبي بالنسبة لك ايه؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم هو مهجة القلب، وهو الدم اللي بيجري في عروقنا كلنا، وهو نبض القلب، فانا كاتب فيه قصائد كثيرة قوي. ما انا قايل لك السؤال عشان اسمع القصيدة. يعني خش عليا بقصيدة. أنت في الأغصان ظل ظليل، أنت في البستان ورد جميل، يوم القيامة يوم عصيب حين قالوا اليوم غضب وعذاب وسعير، أنت ساجد تحت عرش الملك الجليل وتقول ربي أمتي ما هذا القدر الجليل، ما هذا الحب المستحيل، يا ربنا اكرم نبيك من أطاعك لا يخيب. عرفت ازاي انك بتكتب في حب رسول؟ والله احنا تربينا على حب سيدنا النبي، فطول عمرنا بنسمع وبندرس واهالينا عرفونا ازاي نحب سيدنا النبي، مين هو النبي. فبقعد مع نفسي الاقي نفسي ماسك الورق والقلم مش عارف اعمل اي حاجه غير ان انا اذكر حضرته واكتب في حبه، أمدحه، أتكلم الحروب، غزواته، أصحابه، فبقول في كل حاجة عنه، يعني متخصص في الحتة دي. آل البيت، أنا سمعت منك برضك حاجات رضي الله عنهم وأرضاهم. لقيتك
في أهل البيت بتقول قصايد وبيوت وأشعار، وممكن لا يعني أول ما بتسمع الاسم ولازم تكون واقف وأنت بتقول القصيدة. نسمع حاجة لأهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم من قبل من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. فأنت هتحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم هتحب أهل بيته. فمن هنا برضو لقيت نفسي بتطرق ان انا اذكر ستنا نفيسة، اذكر ستنا زينب، كل اهل البيت. طب نسمع حاجة لأهل البيت. عجبا لمن يحفر قبره مطمئنا ويقرأ القرآن فيه مرتلا ومجودا. يا نفيسة العلم تسبحين تحمدين تهللين تكبرين وتذكرين قول الإله اهبطوا مصر إن شاء ربي آمنين. لا غرك طول الأمل ولا الزخارف والنسب، لا غرك الأضواء ولا الأغاني والصخب، كان الجليس لك دوما قرآن ربي والتحلي بالأدب. صلى الله عليه وسلم. أنا قال الله. أنت كمان مش بتكتب في أهل البيت، انت كمان دخلت سكه كده سيدنا يوسف وحب زليخة لسيدنا يوسف. ايه قصه الهرم؟ والله انا اللي عامه كاتب الشعر هو العين بترصد والايد بتكتب، فطبعا كل القصه بتاعت حب زليخة لسيدنا يوسف قصه شهيره جدا، فطبعا كل واحد ممكن يتناولها من وجهه نظره. طب اما انا بتناولها من جهه الشعر، فعشان كده طب قبل ما نسمع حاجه لأهل البيت معانا مداخله عزيزه على قلبك. ممكن تقول الو؟ الو 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 الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك يا استاذ زاهي، منور الدنيا كلها. عارف مين معنا؟ تسلم تسلم. ده اداري فريق روح، الفريق بتاعنا اداري فريق روح. انا سلام بحضرتك، منور الدنيا كلها يا استاذ. تسلم. استاذ عبد الرحمن مؤسس فريق باهي والاداري بتاع الفريق. ايه حكايه فريق روح؟ والله الاول عاوز ارحب بحضرتك، انت حضرتك نورت البرنامج. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك يا رب. منورين الدنيا كلها. و أستاذ باهي حد عنده علم عن النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته، هو اتربى على كده، فراجل ذو خبرة يعني، عنده ملكة جواه بيقدر يألف أي حاجة يسمعها ويلقيها عن طريق شعر. فعجبني فكرة أستاذ باهي جدا، فقعدنا انا وهو مع بعض واتكلمنا. عجبني جدا جدا طريقه القائه وطريقه كتابته وصياغته للشعر يعني. فبدانا نكون فريق روح، اتفقنا ان احنا نجيب اي حد ليه علاقه بالفن يقدر يفيدنا ان احنا نطلع نظهر الشعر ده بطريقه شكلها جميله للناس يعني، حاجة جميلة. فكوننا الفريق طبعا من ممثلين مسرح هويين، طبعا احنا كلنا يعتبر هويين يعني حابين الحاجة دي. فطبعا يعني فريق روح مش بس شعر وزجل لا، كمان في مسرح، بس المسرح متخصص في حاجة برضو ولا مسرح عام؟ لا، هو بيخدم على الشعر بتاع استاذ باهي اللي هو بمعنى اصح يعني، ان طبعا الشعر ده بيبقى كلمات، تمام؟ الكلمات دي المفروض ان هي كالمشاهد او المتفرج اللي هيسمع الكلام ده المفروض ان هو يشوف صوره جميله، صح؟ سمين. فالممثل دوره ان هو يوصل الصوره دي للشخص اللي هو عاوز يشوف الشعر ده يعني. تمام. احنا حضرتك فاهمني؟ تمام، فواصله. تمام. شرفتنا استاذ عبد الرحمن، ودايما موفقين بفريق روح اللي بيساعدنا في الوقت اللي دايما بنلاقي فيه ناس طالعه بتقول اي كلام وبتكتب بوستات على الفيس وفي الاخر بيغيروا اسمهم على انهم الشاعر فلان الفلاني.
شكرا لحضرتك. ونسمع حاجه بقى لزليخه. ماشي حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقعت في الحب فلم يشأ ان يغضب الرب العلي، واتت بكل الحسنوات فكان اتقى من تقي، وتكلم الكل وحاول، وقطعت الايدي حين اشرق عليهم كالقمر البهي. قالت له بسجنوه فاستبشر، وقال رب السجن احب اليه. فلما رات ان سجنه كان هدى لقلبه ولوعه في الحب لها، ارادت الاذلال له ليخضع، امرت بحبسه وامرت بجلده، فعرفت بكذب الجلادين، فتعجبوا كيف عرفت. قالت لا تعلموا كيف كان عشقي، كان لي طفلا صبي وترعرع امام عيني، وجمع بين القوه والجمال حتى اصبح رجلا فتي، فراودته عن نفسه فراى البرهان الجلي، انه يوسف بن يعقوب من سلاله ابراهيم، كيف يقع في الغرام، انه النبي ابن النبي ابن النبي. الله الله عليك. معانا الاستاذ محمد باهي اخو الشاعر باهي شاهين. استاذ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. منور يا باهي والله. تسلم يا حبيبي. تسلم. ومنور يا استاذنا، وبرنامج جميل جدا ما شاء الله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. الفقره اللي حضرتك عملتها اول حاجه عن الماراثون اللي في السويس، السويس طول عمرها شعب مقدام وهم اصل البلد وهم حماه الوطن، يعني ده تسلم. الشرف لينا والله. احنا الشرف دايما ان احنا من محافظ السويس واهل السويس، و ودايما ارفع راسك انت سويسي. استاذ محمد، ايه حكايه الاستاذ باهي؟ يعني دايما على طول القلم في ايده بيكتب اشعار، فا ايه اللي حصل؟ انت انا عرفت ان انت حضرتك اقرب واحد للاستاذ باهي، فعايز اعرف ان يعني وصل ازاي للمرحله اللي هو فيها دلوقتي. والله هو من واحنا صغيرين جدا باهي ما شاء الله طول عمره بيكتب حاجات جميله جدا. تسلم. وكان بيكتب رومانسي جميل جدا، وكان بيكتب في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته، يعني وحاجات طول عمره بيكتب حاجات حلوه جدا، واحنا اتعلمنا منه يعني. تسلم تسلم. وبنحب كتاباته جدا يعني. طب هو على سؤال بينه وبينك كده من غير ما هو يعرف، هو شخصيته زي ما انا شايفها كده الهادي اللي دايما، ولا في حاجه ثانيه؟ باهي؟ اه لا، هو باهي طيب جدا وحنين جدا ما شاء الله عليه طول عمره والله، اخ كبير بمعنى الكلمه، محب لكل اللي حواليه، وطيب وخلوق يعني ما شاء الله. ربنا يا رب يصلح حاله يا رب، ويهديه ويهدي حاله ويهدي كل ماليه يا رب. ربنا يخليكم لبعض ودايما موفق، وحضرتك دايما كده في ظهره وواقف معاه. حبيبي حبيبي يا رب. امين جميعا يا رب. شرفتنا استاذ محمد. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شرف ليا. هنطلع نسمع حاجه بسيطه نرجع تاني. حبيبي هو استاذ محمد حرقها. هنطلع نسمع فيديو للاستاذ باهي ونرجع لكم تاني. نفسي فداك فأنت أحلاهم وأجملهم وأغلاهم، إن كان من معجزات فأذهلت أنت العالمين بالقرآن، وإن كان بالقوة والله أنت أقواهم، محمدا نور النبوة، بدر وقمر وشمس وهلال، مجتمعين منفردين إلى آلئ بزمرد بمرجان، جبينك الوضاء وخدودك الحمراء تخجل العذراء لرؤياهم، جمالك الوقور ليس مفتنهم، كيوسف وامرأة العزيز لهم حدود لن يتخطوا مراحله، يا محمد يهابك كل مقترب، إن كان سليمان قد سخرت له الريح وداود قد أوبت معه الجبال، فأنت يا محمد
ملكت قلوب الإنس والأملاك والجان. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احنا في الفاصل وقت ما بنسمع القصيده قلت لي حاجه على الاستاذ محمد. استاذ محمد ده استاذ كبير عامل اربع دواوين شعر، معرض 2020، يعني شاعر. شاعر كبير جدا والله، شاعر كبير جدا. طب انت ما قلتليش كده. بس هو متواضع جدا، طيب جدا، حساس جدا. ده نص التاني. احنا ملناش الا بعض، انا واخويا واختي، هم دول يعني اغلى حاجه في حياتي. طبعا والدتي في ورثنا كلنا، ربنا يرحم والدي، كان هو اللي ربانا وهو اللي علمنا، هو اللي خلانا لما نمشي في وسط الناس يقولوا احمد باهي ربا. فالحمد لله، ربنا يرحمه ورحمه الله عليه. فالحمد لله. حاجه بقى رومانسيه، حاجه رومانسيه بعد ما عشان خاطر لازم نشكر. حبيبي تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مدينه العشاق ان لم تعلمي، وأنا نبض المشاعر فافهمي. إن يداعبك الرحيل فارحلي، ستجدي حين ينتهي بك المطاف كثيرون بلغيهم سلامي دون أن تسألي. وإن أردت أن تعرفي من هم فستعرفين أنهم المبعدون عن عالمي. غيرك تكبر فطرد من عالمي، اذهبي وتألمي. وإن أردت العودة لمدينة عشقي فاركعي، قد كتبت عليك الإذلال لتخضعي، وسأنزل عليك سخطا وتعذيبا لأكثر غرورك فتألمي. أنا المستبد بالنساء جميعها، وأنا من زرعت الود وردا ليحرقوه، وأنا من قدمت الورد ودا قطبعوه، وأنا من قدمت تاجا من زمرد ليسرقوه. أنا من جاء تلميات لشطآني جئت أشرب سمموه، أنا من وصفت لهم الطريق ليخطئوه، أنا من بنيت لهم مجدا فأهدموه، وبعد ذلك أصبحت سلطانا بلا سلطان، وأصبحت متعتي المفضلة إخطاع النساء وإذلالهم كل ليلة في المساء، وأصبحت لا أهتم من يفارق ومن يجيء، فقد أخضعهم كل ليلة في المساء. تعبتني. حبيبي تسلم. انت انسان جميل وكتاباتك دايما حبيبي. بتمتعني بجد بجد بجد. انت عارف ان انا معليش في ان انا اجامل ولا الكلام ده. فعلا شرفتني وشرفت قناه الصحه والجمال. لو في وقت بس استاذنك، انا عامل حاجه لمصر. يا ريت. مصر ام الدنيا. طب نختم بحاجه في مصر بعد اذن سياده المخرج. مصر صخرة، مصر صخرة، اوعوا تستهتروا لو لحظة فيها. اقروا التاريخ واعرفوا ان ربنا هو حميها. رئيسنا واعي وجيش شديد، تحية خالصة للرئيس ويا الجنود. مصر وردة وفتحت، احنا الشباب هنصنع معاك مستحيل، والجيش وشعبه كجندي واحد على الحدود. دي رسالة أنا حابة أقدمها للعالم كله في حب مصر وفي حب الرئيس، وأقول له إحنا فخورين بك يا فندم. إحنا فخورين بالقيادة كلها التنفيذية اللي بتنفذ كل تعليمات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بنتشرف بيه واللي بنوجه له رسالة حب وعرفان من داخل برنامج أول النهار بقناة الصحة والجمال، وبنقول لك إحنا معاك، إحنا على طول دايما مع جيشنا وقائدنا وحكومتنا وشعبنا، الشعب الواعي اللي فاهم يعني ايه كلمة مصر، مصر اللي ذكرت في القرآن، مصر اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، مصر اللي النهاردة قبل كمان شوية بتتغير، مصر اللي كل يوم بتتغير، كل يوم في مشاريع، كل يوم الكلب اللي طالع يقول محمد علي يقول المشروعات اللي وكل يوم في بلد بيطلع بيفتتح مشروعات مش فضيلك،
مش فاضي كلامك الزفر ولا كلامك العكر انت والاخ معتز مطر. ان شاء الله باذن الله مصر هتقوم. مصر قامت، مصر قامت ولسه هتقوم، ولسه تاني وتالت ورابع، وفي كل يوم بنرد عليكم فيه. شكرا لحضرتك استاذ باهي، شرفتنا. نلتقي معكم حلقه جديده. نعمل يعني لو نفعل هاشتاج على الهوا كده، مصر صخره، مصر صخره، مصر صخره ان شاء الله. مصر صعبه قوي حد يحط بالصخره دي. شرفتنا حبيبي، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين. نلتقي ان شاء الله السنه اللي جايه 2020 باذن الله، ودايما في تالق ونجاح استاذ باهي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.